بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية. معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انتشر خبر المسلمين وأن صار لهم قوة مرهوبة في جزيرة العرب، وأنهم بعدما فتحوا خيبر ازدادت هيبتهم في نفوس العرب، لأن خيبر كانت أكثر القلاع تنظيما وتسليحا وتدريبا. فلما فتحها المسلمون والحمد لله، صارت هيبة المسلمين عند العرب وقبائل العرب عظيمة، لدرجة إن كانوا لا يفكرون في غزو المدينة خلاص، بعد ما كانوا بيفكروا قبل ذلك، لكن كان غاية ما يريدون ان هم يهيجوا بعض القبائل ويأخذوا بعض الاشياء التي موجودة على اطراف المدينة من نعم المسلمين وابل المسلمين وماشية المسلمين التي كانت ترعاها. فالنبي في سفر ارسل، في سفر يعني في اوائل السنة، السنة الثامنة، ارسل صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الى بني الملوح، ودي تكلمنا عليها في المجلس الماضي. ولما رجع غالب أرسله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل ليقتص من بني مرة بفدك الذين أصابوا سرية بشير ابن سعد. وبعد ما رجعوا في ربيع الأول، عشان تعرف أن كل شهر تقريبا كان النبي بيبعت سرايا، دليل أن التربص بالمدينة كان شديدا. وفي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام في 15 رجلا، لأن بعد خيبر ندخل بقى على في الشمال، تجد يسموه الهلال الخصيب، علماء الجغرافيا والتاريخ يسموه الحتة دي الهلال الخصيب، اللي هي واخدة من عند الخليج العربي وتمشي كده ترسم هلال، تمر بالعراق وبعدين الشام وبعدين تنزل لحد الأردن. كل دي أرض خصبة، كانت تقريبا دي المزرعة اللي بيأكل منها أهل الجزيرة، فعشان كده كانوا باستمرار يروح. وهذا الهلال الخصيب اللي هو من عند الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذه البلاد كان يسكنها عرب موالين للدولة البيزنطية اللي هي الرومية، غساسنة معظمهم من الغساسنة. أصل العرب دول اللي هم هجروا من اليمن من قرون عديدة، لما حصل إن سد مأرب أغرق اليمن، فدول كلهم من أبولاد حمير، يعني عرب أصوليين. فلما سكنوا هذه البلاد وسيطرت الدولة البيزنطية الرومانية على المنطقة، صاروا ملوك هذه البلاد موالين لروما. وفي نفس الوقت في أشد العداء لأي قوة تظهر في جزيرة العرب تهدد مصالحهم. فبدأ يحصل ان هؤلاء الناس اللي في المنطقة دي اللي هي الغساسنة وغيرهم، وكانوا دول زي النمل، يعني كان الجيش بتاعهم ما يطلع 100,000 حاجات كده، يعني حاجات عجيبة. العرب كانوا يعني لما يطلعوا الجيش 1,000 2,000 3,000 يقول لك احنا طلعنا بجيش، لكن دول بقى زي النمل، عملية صعبة. ومش كده وبس، ومن وراهم الروم كمان يطلعوا ب200,000. الروم اول طالع عليهم 200,000، العرب ما تعرفش حكايه مئات الالوف دي في الجيوش دي، ما تعرفش. فكانت المساله بقت مساله خطيره. لما خلصنا من اليهود والاماكن المحيطه بجزيره العرب، بقى هذا المنطقه بقت في منتهى الخطوره، لدرجه ان هم بيحاولوا الغساسنه ان هم يجهزوا جيوش عشان يغزوا المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل سرايا كل فترة في هذه الجهات، عشان وجود السرايا دي وهي راحة وهي راجعة تبث الرعب في نفوس القبائل، فلا يحاولوا ان هم يتفقوا مع الغساسنة على الدولة الناشئة.
كل دي كان مهم سياسة علشان يحمي نفسه صلى الله عليه وسلم، ويحمي من خلال نفسه المؤمنين، ويحمي دعوته صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر للعالمين. ففي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلح من أرض الشام في 15 رجلا، فوجدوا جمعا كثيرا. هو النبي عايز يستطلع بيهم أخبار منطقة الشام والغساسنة، بيفكروا يعملوا إيه، لأن هو جات له برضو أخبار إما عن طريق الوحي أو عن طريق العيون بتاعته التي كان يدسها في جميع جهات المدينة، إن هم هؤلاء بيعدوا العدة، خصوصا إن هم خد بالك قتلوا رسوله اللي أرسله لملك الغساسنة، فهمت؟ قتلوه قبل كده، يعني الوحيد اللي قتل من رسل النبي اللي قتلوا الغساسنة، فالمسألة بقت مسألة مش سهلة، وعشان كده الرسول أرسل هؤلاء عشان يستطلعوا الأخبار، يوم يبتدي يقيم المسائل، وده كان تمهيد لغزوة مؤتة اللي هتيجي بعد كده هنتكلم عليه. فوجدوا جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا وقاتلوا، وكانوا أكثر عددا. طبعا 15 هيروحوا فين دول يا عم، ما بيبقوا موجودين 50,000 40,000 100,000 حاجات كده، فهيعملوا ايه 15 دول؟ فقتلوهم عن آخرهم، فهمت؟ قتلوهم عن آخرهم، وكانوا أكثر عددا، فاستشهد المسلمون عن آخرهم إلا رئيسهم كعب بن عمير، فإنه نجا وأتى بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه وأراد أن يبعث إليهم من يقتص منهم، فبلغه أنهم تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك. ربيع الأول خلص، دخلنا في ربيع الآخر وجمادة إيه بعد ذلك، جمادة الأولى. هنا بقى ده تاريخ غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت أول غزوة بقى النبي يبعث بيها إيه جيش كبير لملاقاة العرب الغساسنة والموالين لهم من الروم، وأول مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث جيش 3,000 مقاتل، ده كان يبعث 200 300 500 كده، لكن أول مرة بقى، يبقى دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو مدرك المسألة إن دي جيوش كبيرة، وكان أول احتكاك بين العرب وبين جيوش الروم اللي هم كانوا ما يحلموش اصلا ان هم يعني يواجهوا واحد منهم. كانت الدوله البيزنطيه عامله ارهاب في المنطقه بحيث ان ما حدش يفكر ولو في الحلم وهو نايم انه بيحاربهم الى هذه الدرجه. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل جيش واهتم وخلى 3,000 مقاتل، كويس، علشان اولا ياخذ ثأر رسوله اللي هم قتلوه قبل كده الغساسنه، بعت لهم رساله بيقول لهم اسلموا انا رسول الله وانتم عندكم علم بالنصرانيه وانا مذكور عندكم في الاناجيل، انا ظهرت تعالوا انصروني وخليكم زي ما انتم ملوك على اماكنكم. كل اللي بيطلعوا لهم كده مش قال ان هو بيقول لهم هزحكم عن اماكنكم ابدا، ولكن اسلموا انتم منتظريني من زمان. يقوموا ايه بسبب يعني ظلمهم عملوا ايه؟ قتلوا رسول النبي، مش كده وبس، قتلوه كمان محصور، يعني كتفوه وضربوه وهو مقتول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاطط في ذهنه ان لابد ان هو ياخذ ثأر هذا الرسول، والا لو النبي سكت عليها وتمر الايام يطمعوا اكتر، فلما يطمعوا اكتر يجي يهجموا، فكان لابد ان يرسل اليهم ايه جيش، وجيش يكون مدرب كبير ضخم، يعتبر اضخم جيش في تاريخ ايه الاسلام لحد السنة الثامنة، لان هنيجي بعد كده غزوة تبوك النبي طلع ب30,000، يعني طلع برضو للشام ب30,000، لان عارف ان دول اصلا بيطلعوا بيجوش تسد عين الشمس، فاهم؟ فعلشان كده ناخد بالنا من ايه من هذه الغزوات، وان كانت سموها غزوة وان كان من حيث التأصيل تبقى سرية، لان النبي ما خرجش فيها، يعني تعرف بعد ذلك علماء السير ان يخلوا الغزوة هي ما خرج فيها النبي والسرية، لكن لان كان جيش كبير كان جيش ضخم 3,000 فخلوها غزوة لضخامة الجيش. جهز عليه الصلاة والسلام في المجمدة الاولى جيشا للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الازدي رسوله الى امير بصرى. يبقى الحارث بن عمير الأزدي ده اللي هم قتلوه صبرا يعني حبسا، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال لهم إن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. كان واحد واقف يهودي
اسمه النعمان من علماء اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيجهز الجيش ده، يقول إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقال له: يا محمد، إن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا سموا وقال أصيب يموت، فإن سموا 100 ماتوا، فإن كنت نبيا كل من سميتهم يموتوا، فاكتفي ولا تسمي تاني. ده مين ده؟ حبر يهودي عنده خبرة من علوم الأنبياء السابقين، فبيقول له ما فيش نبي يبعت بعث ويقول إن أصيب فلان ففلان، فإن أصيب فلان ففلان، لو قال كده حيموت حيموت خلاص، ولو سمى 100 رجل كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر هذا الثلاثة، وقال إيه؟ وقال: فإن أصيب عبد الله بن رواحة فاصطلحوا على واحد منكم، وترك الأمر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عدة الجيش 3000، وصاروا وشيعهم عليه الصلاة. أول مرة تقرأ بقى الألفات دي من أول الكتاب، تشوف من أول كلها يبعت 15 20 200 300 كده، إلا دي بقى دخلنا في الجد بقى. يعني الدولة البيزنطية كان في زمن النبي زي تقول لي أمريكا كده وروسيا، عندهم أسلحة نووية بقى، وعندهم مش عاملين إرهاب كده، الناس ما تفكرش تقاتلهم، فاهم؟ وكانوا كمان بيقتلوا بإيه؟ بطرق وتكتيكات حربية ما يعرفهاش حتى العرب. فعملية، وعندهم أصلا عداء اعتاد يلبسوه للجند بتوعهم غير العتاد اللي يلبسه الجندي العربي، كمان خوز مثلا السيف ما يأثرش فيها، ودروع مصنوعة بطريقة معينة، يعني كانوا مجهزين تجهيز ومتدربين تدريب عالي غير العرب اللي هم كانوا يدوب بإيه بيخشوا على قبيلة ولا قبيلتين وخلاص وانتهينا على كده، وياخد له كم غنمة وكم إيه وكم معزة ويجري، ما كانوش إيه يعرفوا القتال بهذه الشدة. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن العرب المسلمين لم يقاتلوا بالعتاد والعدة، قاتلوا بالدين، فاللي يقاتل بالدين ربنا معاه. المهم سار الجيش، طبعا أول ما قال زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى جعفر بن أبي طالب من أشراف قريش، ابن عم النبي جعفر، راح إيه وسب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إلا زيد، إزاي أبقى أنا قرشي وبهذا النسب وتخليني تبع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: هو خير يا جعفر، هو خير لو كنت تعلم. فقال: سمعنا وأطع. وعشان كده لما ولى بعد كده أسامة بن زيد، هتيجي بعد كده الأحداث دي، فطعن الناس على ولاية إيه؟ أسامة. فقال: تطعنون على ولاية أسامة وقد طعنتم على ولاية أبيه من قبل، والله إنه لحري بها، وإنه لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إليه. خد بالك إن زيد بن حارثة النبي كان مدربه في عدة سرايا قبلها، كان يبعته في الجهة دي فاحتك بالغساسنة أكثر من مرة، بعته في الشمال كتير، فهمت؟ فكان سيدنا زيد بن حارثة عنده خبرة بلقاء هؤلاء، لكن سيدنا جعفر لسه جاي من الحبشة، وقعد في الحبشة يجي 10 سنين، وما حضرش مع النبي أي غزوة من الغزوات، وهو صحيح طبعا مقاتل وشجاع، لكن ما عندوش سابقة، السي في بتاعه بيقول إنه ما حضرش حروب قبل كده، فهمت بقى ازاي؟ فالنبي لكن هو يعرف انه مغوار، وانه مقاتل شجاع، وانه قوي البنية، وانه يعني، لكن سيدنا حارس، سيد ابن حارثة عنده خبرة وعنده سي في محترم بقى، فهمت ازاي؟ لانه راح الحتة دي كتير رايح جاي، وبعته في سرايا وانجز وايه وانتصر وجاب له بعض الاسرى من هناك، فهمت بقى؟ عشان كده النبي دي وجهة نظر. فبقى قال له ايه زيد ابن ايه ابن حارثة اولا، فان قتل فجعفر ابن ابي طالب، وكان عنده ساعتها سيدنا جعفر 33 سنة، يعني كان سنه صغير بس عز الشباب، فان قتل فعبد الله بن رواحة. اتنين من المهاجرين وراهم واحد انصار، عبد الله بن رواحة ده ايه من الانصار. فقال لهم ايه؟ وكان فيما وصاهم به صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم. اداب الحرب النبوية بقى، الرحمة، لا يقاتل الا المقاتل،
فهمت؟ لكن شيخ، طفل، امرأة، ما فيش حاجات من دي، ما يقربلوش. قتال النبلاء مش زي الوقت يرمي لك قنبلة تروح ايه مهدمة مبنى في اطفال وفي نساء ويقول لك احنا بنحارب. تحارب ايه؟ حقوق انسان ايه؟ انتوا ما تعرفوش اللي انتوا حيوانات، بل الحيوان ما عملش كده في اخيه الحيوان. يعني انت شفت اسد رمى قنبلة على غابة فيها اسود زيه؟ والله ما شفناها دي. شفت اسد افترس اسد؟ غاية ما يفترس ايه؟ غزالة. يفترس ويفترس لما يكون جعان بس ياكل. يعني انتوا بقيتوا اخس من الحيوان. ويقول لك احنا بتوع حقوق انسان. حقوق انسان ايه؟ كل ده غش وخداع. شوف بقى ايه يعني وجهة نظر النبي في الحروب والادب النبوي في الحروب والرحمة النبوية في الحروب. يقول لهم ايه؟ ستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم. كفارهم في الصوامع يعني ايه؟ يعني ما اسلموش. يجي لك العيال الدواعش كانوا ايه؟ يوقفوا الناس في نقاط التفتيش ويقول له انت حافظ الفاتحة؟ لو مش حافظ الفاتحة يبقى مش مسلم، يروح ذبحه. والله الاسلام ما قالش كده. ده اسلام يهودي امريكاني كاوبوي ما نعرفوش احنا. ده ما نعرفش هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر كل واحد على ما هو عليه، لا اكراه في الدين. لكن لا يقاتل الا المعاند اللي جاي يقتلك. واحد جاي يقتلني اعمل اسيبه؟ اقول له لو سمحت ما تقتلنيش واقعد له كده وهو جاي يقرب عليا بالسيف؟ ارجوك ما فيش داعي، خلينا اخوات. طب ما مش هيسمع الكلام هيقتلني. فالنبي ما يقتلش الا المعتدي. وعشان كده هو ما ارسل لم يرسل هذا الجيش الا لما جات له اخبار ان الغساسنه بيعدوا مئات الالوف لحرب الجزيره لغزو المدينه. فهمت؟ فقال لهم ايه؟ فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم ولا تقتلوا امراه ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا. يعني واحد شيخ ايه يعني فاني كبير. ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. شوف اداب الحرب النبويه عشان نعرفها. وقارن بقى الحرب بتاع المسلمين بحرب ايه مدعي حقوق الانسان عشان تعرف. ده رموا على هيروشيما قنبله ابادت القريه كلها. ده مش كده وبس، ده الحيتان في البحر في المحيط تاثرت به. وفي الاخر يقول لك احنا امريكا بتوع حقوق الانسان. اي حقوق الانسان؟ شوفوا اصلكم انتوا كاوبوي. شوفوا فيلم جزور اللي انتوا عملتوه في تاريخكم الاسود. عملتوا ايه في اهل افريقيا؟ يخطفوهم ويرموهم في البواخر وياخدوهم يبنوا لهم البلاد ويعملوهم معاملة الحيوانات ويجلدوهم ويرمي لهم الاكل كده اهو، اللي يطول ياكل اللي يجوع يموت يرموه للسمك. ايه دي امريكا اللي هي بتدعي حقوق الانسان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك الاعلام بتاعهم يقول لك الاسلام انتشر بالسيف. اي سيف؟ اي سيف يا مجرم؟ المهم كان وداع النبي ليهم كان يوم جمعه كويس الصبح، فودعهم ومشيوا. عبد الله بن رواحه قال ايه؟ اما اصلي الجمعه مع النبي وبحصله، ما هو ايه بيفكر زينا. يا عم جمعة في المسجد النبوي يا عم، احنا طايلينها وخلف النبي، ايه ده؟ فهمت؟ هو اللي هيخطب مين؟ النبي. مش اللي هيخطب واحد مننا، لا ده النبي يا عم. طبعا قال ايه؟ انا كده كده انا سريع في الفرس بتاعي، انا اصل احضر الجمعة مع النبي وهي اول استراحة ليهم اكون انا معاهم. بس ما خدش ايه؟ اذن النبي. ماشي بمخه. اوعى تعبد ربك بمخك. المهم قعد والنبي بيخطب الجمعة، بص لقى عبد الله بن رواحة يا الله أنا لسه مودعكم، إيه اللي جابك؟ فبعد صلاة الجمعة بيقول لعبد الله بن رواحة ألم تكن مع الجيش؟ قال يا رسول الله قلت أجمع معك ثم أدركهم. قال والله لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، لن تدركهم في الثواب. بقى أنت عايز تدرك الجمعة؟ طب هم أدركوا بغدوة في سبيل الله ما لا تدركه أنت في الدنيا وما فيها. فهم؟ يبقى نتعود المصارعة وعدم التأجيل والتلكؤ والطاعة. تطيع رسول الله. الجندي يطيع إيه؟ يطيع القائد بتاعه. المريد يطيع شيخه.
الابن يطيع أبيه، أباه، أبيه أحسن، يطيع إيه؟ أبيه. فهمت بقى إزاي؟ وهكذا. والتلميذ في الفصل يطيع المدرس، وهكذا. لأن عارف الطاعة دي اللي هي بقت أساس علاقة المسلم بالكبير، هي دي اللي عملت لنا حضارة، هي دي اللي نظمت الحياة وبقت في حضارة. من ساعة ما بقى الابن لا يطيع أبيه ولا يطيع مدرسه، وطلعت مدرسة المشاغبين جرأت العيال على المدرسين، إيه؟ انهار التعليم في مصر، وانهارت أشياء كثيرة من الأخلاقيات اللي كنا نفتقدها وكنا نراها أيام أبائنا، لا نراها الآن في الشارع. يعني لا نرى الشهامة في الشارع. احنا كنا زمان، أنا فاكر وأنا في ثانوي، وما نركب الأتوبيس وتطلع واحدة ست شايلة حاجة ولا حامل، ثلاثة أربعة يقفوا لها علشان تقعد مكانهم، ثلاثة أربعة. دلوقتي يا عم يبقى الواد قاعد يلعب في الموبايل بتاعه ويقلب في الواتس، وواحدة ست حامل قد كده وشايلة عيل تاني على إيدها، ولا تخلي شوية لحسن الدنيا حر وهو قاعد. ايه الاخلاقيات اللي ضاعت دي؟ اين هذه الاخلاقيات والشهامة اللي احنا اتولدنا وشفناها؟ يمكن في ناس اتولدوا في الجيل ده ما شافوهاش للأسف. فلازم نرجع تاني لايه؟ لانك انت تطيع الكبير وتطيع، والجندي يطيع القائد. او سيدنا عبد الله بن رواحة مشي بمخه، قال ايه؟ جمعة مع النبي وخلاص، وهو اصله حاطط في مخه ان هو هيخرج الحرب دي مش هيرجع تاني، حاطط في مخه كده. واي الاشعار، اي الاشعار كثيره تدل ان هو حاسس ان هو مش هيرجع ايه من هذه الحرب، فعايز بقى يودع النبي بصلاه جمعه خلفه. يعني كلام مسوغات قويه جدا، لكن شوف النبي يرده للطاعه والمسارعه في الطاعه، واترك هواك في العباده تجد الثواب اعلى. المهم سيدنا عبد الله بن رواحه الحمد لله لحق ومشي، ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا مؤتة، مقتل الحارث بن عمير. ومؤتة دي موجودة دلوقتي في الأردن، حتى مؤتة موجودين في الأردن، مزار تزورهم هناك. وصلوا مؤتة مقتل الحارث بن عمير، وهناك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعا كثيرا عظيما منهم ومن العرب المتنصرة. راحوا هناك لقوا الغساسنة مجمعين لهم 100,000. هرقل عرف ان جيش من المدينة متوجه لمؤتة، حضر لهم 100,000 من روم. الله، 100,000 من عرب الغساسنة والقبائل المحيطة به، و 200,000 جيش 3,000، ده قطرة في محيط، فهمت؟ اول ما وصلوا الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا الموقف، عرفوا الموقف ان ايه، ان في الجيش ده 200,000، واحنا اقصى حاجه حتى ربنا قايل لنا يعني الضعف. يعني حتى لو كانوا 40,000، يعني شوف 40,000 ودول 3,000، يعني اقصى حاجه كانوا ايه 6,000. فقعدوا يتناقشوا طول الليل، نقاتل ولا ما نقاتلش، نرجع ولا ما نرجعش، نعمل ايه. سيدنا عبد الله بن رواحه قعد يقول لهم اشعار، واحنا جايين عشان نستشهد، يوم اما نيجي نلاقي الشهاده قدامنا نقوم نهرب منها ونرجع؟ امال احنا كنا ايه اللي طلعنا اصلا من المدينه؟ وهكذا قاعد بقى ايه يحمسهم ويقول لهم الاشعار والاراجيز بتاعته لحد ما قالوا نقاتل. فاهم؟ فطلعوا قاتلوا وايه وهجموا عليهم هجمه الصبح، لانه كان زمان الجيوش يقتلوا طول النهار، واول ما الدنيا تظلم كل جيش يستكن ويناموا لحد ما يطلع النهار يرجعوا تاني يضربوا. قعدوا 7 ايام يا عم يقتلوا. 3,000 بيقاتل 7 ايام في جيش 200,000 ويزيد، لأن كل شوية بيجي لهم أمداد عن 200,000. ده دليل الثبات العظيم. يعني المهم سيدنا زيد بن حارثة القائد ابتدى تاني يوم وكلهم وراه يقتلوا. سيدنا زيد مات، أسخنته الجراح، مات. مسك بعديه سيدنا مين؟ جعفر بن أبي طالب، مسك الراية وقاتل، وأول من عقر في الإسلام. يعني إيه عقر؟ يعني لما لقى الحكايه كده حرب، حتى النبي هو بيوصفها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا كشف له المعركه، بقى يوصفها وهو قاعد في المدينه، فبيقول حمي الوطيس، والان حمي الوطيس. كانت اول مره يسمعوا كلمه حمي الوطيس من النبي، لفظ ما قالوش الا النبي، لفظ جديد ما كانش العرب تستعمله اصلا، فده لفظ نبوي، حمي الوطيس. قال لهم كده، يعني اشتدت الحرب. سيدنا جعفر عمل ايه لما لقاها اشتدت الحرب؟ راح نزل من على الفرس بتاعه وعقره، قطع قوائم الفرس بتاعه، اسمه عقره،
طب وليه يقطع كده؟ ما هو حرام يقطع. ما تجيلي انت بقى تفكر بقى بطريقه ايه، يا عيني وشمعنا والكلام بتاع العيال اللي مش فاهمه. عقره حتى لا ياخذه العدو فيستفيد بيه، فهمت ازاي؟ دي اول حاجه. وقاتل وهو قائم على قدمه، وقعد يقاتل ويضرب ويقتل لحد ما ايه، قطعت يده اليمنى اللي ماسك بيها الرايه، مسكها باليد اليسرى قطعه، بقى ماسك الرايه بعضديه واقف، اسخنته الجراح قتل. حتى ان سيدنا عبد الله بن عمر كان معاهم في هذا الجيش بيقول عددنا في جسد سيدنا عبد الله بن جعفر اكثر من 50 طعنه وضربه سيف وضربه برمح، ده في مواجهه جسده بس، ده غير اللي في ظهره. وربنا طبعا الرسول اخبر ان هو ابدله ايه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنه، فسمي جعفر الطيار عشان كده، جعفر الطيار رضي الله عنه وارضاه. بعدها مسك مين الرايه؟ سيدنا عبد الله بن رواحه، قال شويه اشعار كده عشان يحمس نفسه ودخل قتل. كويس، قتل القوات الثلاث، حصل هرج. لما حصل هرج قالوا ايه؟ قالوا استمروا حتى ياتي الظلام، وبعدين نبقى ايه، نصطلح على واحد فينا في الليل لما تنتهي. استمروا لحد ما جاء الظلام واصطلحوا على سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد لما مسك الرايه، سيدنا خالد بن الوليد عنده خبره حربيه، قال ده مستحيل جيش زي ده ينتصر على جيش زي ده. احنا نعمل خطه اننا نرجع بالجيش من غير ما يطردونا في الصحراء، لا لو طردونا في الصحراء هيقتلونا كلنا. نعمل خطه نشعرهم بالخوف ان احنا لما نيجي نرجع ان هم ما يرجوش ورانا تاني، ليه؟ يحسوا اننا بنرجع بنعمل لهم كمين. يعني يبقى رجوعنا كانه في نظرهم يبقى كمين، يقوموا يخافوا ان ايه، ان احنا نستدرجهم للصحراء. والصحراء طبعا اهل الشام ما عندهمش خبره بالصحراء، اهل جزيره العرب هم اللي خبراء بالصحراء. قال لك يبقى ايه، هيعملوا لنا كمين يدخلونا في الصحراء، نغرق في الصحراء ونلاقي هناك بقى ايه عتاد كثير جاي لهم من قبل المدينه مش هنلحق. فسيدنا خالد ازاي يدخل في ذهن هؤلاء الناس هذه الفكره عشان يعرف يرجع بالجيش؟ فقال ايه؟ قال الميمنه تبقى ميسره والميسره تبقى ميمنه، واخد بالك، والمؤخره تبقى مقدمه والمقدمه تبقى مؤخره. يوم ما يجوا تاني يوم الصبح اللي كانوا بيحاربوا في الجهه دي يشوفوا وجوه جديده ما شافوهاش امبارح، فكل واحد في الجيش هيشوف وجوه جديده، يقولوا اه ده مدد جاي لهم، ده جالهم مدد، ده احنا اصلا مش عارفين نتحرك معاهم، بقالنا يومين بنقاتل فيهم مش عارفين نخترقهم، فما بالك لما يجي لهم مدد. فوقع في قلوب الاعداء ايه، خوف شديد ورهبا، وصرتوا بالرعب، النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد ما اكتفاش بكده، خلى فرقه كده حوالي 20 30 فارس ورا، كل همها راحه جايه بالفرس كده تعمل غبار، لما يعني يعملوا غبار يقوم يقول له اه ده جاي لهم مدد من بعيد، فاهم؟ شوف بس الايه، الحنكه العسكريه. وابتدوا بعد كده ايه، كل ما مش يقاتلوا على قدام، لا يقاتل ويتراجع، يقاتل ويتراجع، يقوم ايه، لحد ما حس الجيش الروماني ان هم بيستدرجوا وان في غبار ونقع غبار، قالوا لا ده احنا مش لا نستدرج للصحراء، فتراجع. كانت النهايه مين، كم واحد مات تفتكر في 7 ايام قتال؟ 3000 بيقاتلوا 200,000، كم واحد استشهد؟ 12، والله 12 يا اخي، انا والله ما مصدق، ايه ده 12 يا اخي؟ والله لولا انها مكتوبه في كل كتب السيره كنا قلنا يا اخي دي مبالغه يا اخي. طيب وقتلوا كام هم من الروم؟ 3350، لا 30,350، 30,350 واحد. سيدنا خالد بيقول ان انا ايه، ان انا استهلكت 9 اسياف، يعني فضل يقاتل ب9 اسياف لما كل لحد ما السيف يتكسر يجيب غيره، 9 اسياف، ولم تبقى معي الا صحيفة يمانية هي اللي استمرت معايا للاخر. عشان تعرف يعني، شوف بقى 33,350 يقتل من الروم. طبعا خد بالك ان الغزوة دي اثارت الرعب في نفوس الروم، وعرفت ان العرب دول مقاتلة اشداء وخافوا ان هم، ده هيبان لك امتى بقى؟ لما النبي يخرج في مؤتة يقوموا يخافوا يخرجوا يقابلوا النبي. شفت لما قال نصرته بالرعب؟
النبي جاي لهم في مؤتة ب30,000، ده 3,000 ما عرفوش يعملوا فيهم ايه، 30,000 دول ده هيخشوا روما، فهمت؟ خافوا بقى. فيبقى ايه كانت إيه؟ يعني كل سرية بعثها النبي كانت لها فائدة عظيمة تمهد لما بعدها، خد بالك. المهم رجع سيدنا خالد الحمد لله بالجيش وناقص 12 بس، هما دول اللي دفنوا في مؤتة. يعني انت ما بتروح هناك مؤتة بتزور 12 من الشهداء، على رأسهم الثلاثة المشاهير اللي احنا عارفينه، سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وايه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. وصلوا المدينة، يقوموا ايه اهل المدينة بقى والاطفال بتوع المدينة مش فاهمين القصة، يقوموا يقولوا لهم ايه الفرار الفرار، ويرموهم بايه بالحصى. يقوم الرسول يقول لهم ايه، هم الكرار ان شاء الله، انا فئة كل مسلم. وسمى سيدنا خالد وهو بيوصف المعركة انه ايه تولى القيادة سيف من سيوف الله. دي كان اول مرة بقى يطلق على خالد بن الوليد، ودي اول معركة يحارب فيها خالد بن الوليد بعد اسلامه بسنة، كان يدوب مسلم بقى له سنة بس، فكان اول معركة يشتهر بقى خالد بهذا. فهنقرأ هنا كلام ايه الشيخ، ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا مؤتة مقتل الحارث بن عمير، وهناك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعا عظيما منهم ومن العرب المتنصرة، فتفاوض رجال الجيش فيما يفعلونه، أيرسلون لرسول الله يطلبون منه مددا أم يقدمون على الحرب؟ فقال عبد الله بن رواحة، يا قوم والله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له، خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال الناس، صدق والله ابن رواحة، ومضوا للقتال، فلقوا هذه الجموع متكاثرة، فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى استشهد، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وهو يقول، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ده بيقول زجل كده إيه علشان يحمس نفسه ويحمس الجند بتوعه. ولم يزل يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم، ثم تردد بعد التردد فقال يخاطب نفسه، أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. الشنة اللي هي إيه، اللي هي القربة اللي من الجلد القديمة، يعني بيقول أنت روح جوه شوية جلد كده، أنت إيه يعني، اطلقي الروح دي بقى وخلصيها إيه إلى النعيم الآخرة. يا كل ده بيقوله علشان يشجع نفسه. ثم اقتحم بفرسه المعمعمة ولم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى استشهد، فهم بعض المسلمين بالرجوع إلى الوراء، فقال لهم عقبة بن عامر، يا قوم يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبرا، فتراجعوا واتفقوا على تأمير الشهم الباسل خالد بن الوليد، وبهمته ومهارته الحربية حمى هذا الجيش من الضياع، إذ ما تفعل 3,000 ب150,000، والراجح هو قايل هم 150، لكن الراجح في كل كتب السيرة 200,000. فإنه لما أخذ الراية قاتل يومه قتالا شديدا، وفي غده خالف ترتيب العسكر، فجعل الساق مقدمة والمقدمة ساق، والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، فظن الروم أن المدد جاء للمسلمين فرعبوا. ثم أخذ خالد الجيش وصار يرجع إلى الوراء حتى انحاز إلى مؤتة، ثم مكث يناوش الأعداء 7 أيام، ثم تحاجز الفريقان، لأن الكفار ظنوا أن الإمداد تتوالى للمسلمين، وخافوا أن يجرهم إلى وسط الصحارى حيث لا يمكنهم التخلص، وبذلك انقطع القتال. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. النبي كان يوصف لهم المعركة وهو على المنبر، وهي ايه في لحظتها صلى الله عليه وسلم، وده يعتبر اخبار بالغيوب. فقال اخذ الراية زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها ابن رواحة فاصيب، وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني بكاء،
ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين، اللي هي أسماء بنت عميس كانت إيه زوجة سيدنا إيه جعفر وليه أبناء منها، إن نساء جعفر يبكين، فأمره أن يهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن فلم يطعن. فأمره فذهب ثانيا ثم جاءه فقال: والله لقد غلبننا. فقال له عليه الصلاة والسلام: احثوا في أفواههن التراب، لأن العويل والبكاء الذي يدل على عدم الصبر والجزع هو ده اللي منهي عنه، لكن مطلق البكاء جائز على الميت، فالنبي كان نفسه بيبكي، لكن إيه العويل والصراخ الذي يدل على عدم الرضا بقضاء الله هو ده اللي إيه منهي عنه. ولما أقبل الجيش إلى المدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم: يا فرار. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل، بل هم الكرار، بل هم الكرار. وقال لهم: أنا فئة كل مسلم، مش أي مش الآية بتقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو إيه متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم. فالنبي قال لهم: أنا فئة كل مسلم. ظن المقيمون بالمدينة أن انحياز خالد بالجيش هزيمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراهم أن ذلك من مكائد الحرب، ده كانت إيه ده متحرفة للقتال، ده دي حرفة، ده لولا سيدنا خالد ربنا ألهمه هذه الفكرة لكان ضاع 3000 كله، ماتوا كلهم. وأثنى على خالد في مهارته. كل ده كان في جمادى الأولى، جمادى الآخرة بقى. شوف كل شهر كان النبي بيبعث، يعني عشان تعرف قد إيه المسلمين كانوا عايشين في تهديد شديد. وفي جمادى الآخرة بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة، فأرسل لهم عمرو بن العاص في 300 رجل. عمرو بن العاص لسه مسلم جديد، يعني بقاله شهور ويمكن ما كملش سنة، لكنه قائد حربي وداهية معروف. النبي صلى الله عليه وسلم بيختار الإنسان لكفاءته مش لقدم إسلامه، فاهم؟ فأرسل إيه سيدنا عمر بن العاص على عدد 300 رجل من سرات المهاجرين والأنصار، يعني من أشراف المهاجرين والأنصار، واللي يقودهم مين؟ عمر بن العاص اللي هو أسلم امبارح وكان أصلا بيقاتله مع أبو سفيان من شوية، عشان تعرف قد إيه الإسلام بيغير النفوس. لما وصل عمرو بن العاص وجد ان هناك جموع كثيره وايه من الـ من الـ من الجند، ما بقول لك هناك عاملين زي النمل اعداد غفيره. فام ايه ارسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث له مدد، قال انا مش هقدر اواجه بال300، ابعث لي مدد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليه بابي عبيده بن الجراح في 200 من المهاجرين والانصار فيهم ابو بكر وعمر. يعني شو بقى ايه، يعني كل كبارات الصحابة كانوا موجودين تحت امرة مين؟ واحد مسلم امبارح، عشان تعرف بس ان ازاي طاعة النبي تمشي. وعمرو بن العاص بقى في قيادته تسميه بمفهوم العصر عنده نوع من الاستبداد، حكيم بس مستبد، يعني باللغة المعاصرة مستبد، يعني ايه؟ يعني يديهم اوامر غير مفهومة الحكمة وهي فيها حكمة ولهم نفذوها، ما يشرح لهمش الحكمة، عنده نوع من الاستبداد. هو حكيم في الحرب، لكن ايه لدرجة انه رجعوا للنبي اشتكوه عدة شكاوى من عمرو. اول ما وصل ابو عبيدة بن الجراح لعمرو بن العاص، ام عمرو بن العاص قال له: جئت مددا لي، انا الامير. قال له: لقد ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي تطاوعا، وإني لو عصيت أنت رسول الله أنا أطيعه فيك، أنت الأمير. كويس؟ سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر يقولوا لأبو عبيدة: إزاي؟ إزاي تبقى هو الأمير؟ ده لا مسلم من امبارح، أنت أبو عبيدة وأنت قائد وأنت. قال لهم: لا، أنا أطيع إيه رسول الله فيه، لقد أوصاني رسول الله وقال اذهب إلى عمرو وتطاوعا، فإن لم يطعني أنا أطيع النبي فيه. شفت حكمة الصحابة؟ أنا عايزة بس تفهم حكمة الصحابة إزاي. دي أول خلاف حصل، لكن إيه حكمة سيدنا أبي عبيدة عداها وبقوا جيش واحد.
ليل عليهم الليل، والدنيا برد شديدة يكاد يقو يعني يقتلهم البرد. دول ناس جايين من بيئة حرة، وانت عارف منطقة الشام والحتة دي البرد فيها ساعات تلاقي تلج، يعني جسمهم مش متعود. فواحد منهم حب يولع نار يتدفى، قام سيدنا عمرو بن العاص قال اللي يولع نار هقذفه فيها، فيش نار. سيدنا عمر يقول لابو بكر روح قول له ايه الجدل، سيبنا نموت هنا من البرد يعني. وبعدين يقول لهم ايه اللي هيولع نار هقذفه فيها، يعني شده. فقام سيدنا ابو بكر قال ايه عديها يا عمر، خلي الليله تعدي، عديها يا عمر خلاص مش هنولع نار، معلش لما نشوف اخرتنا. ومشي. الليله دي ناموا، صحي عمرو بن العاص جنب وهو بيأمهم في الصلاه، ما هو الامير بتاعهم، ولو استحمى في الليله البرد دي هيموت من شده البرد. فقام عمل ايه؟ راح ايه اتوضى وضوء للصلاه وتيمم وصلى بيهم. صلي بينا جنب، انت اتجننت؟ طب ما تخلي واحد غيرك يصلي بينا، انا امير انا الامام. كل ده حصل في ايه؟ في المعركه، المعركه اللي اسمها ايه ذات السلاسل، حتى تلاقيها في كتب السيره اسمها ايه ذات السلاسل، لانها ايه وصلوا لمكان ماء اسمه ماء ايه السلاسل، فسموا باسم ايه الماء اللي فيه ذات السلاسل. المهم ربنا كرمهم، لما رجعوا اشتكوا سيدنا عمرو بن العاص لسيدنا رسول الله، قالوا له ده ما خليناش نتدفى كنا هنموت من البرد. ولما جاء ابو عبيده قال لنا الامير، وبعدين يسحب جنب واحنا كلنا طاهرين يصلي بينا امام وجنب، ما كان سايب لنا حد تاني يصلي. فقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال تعالى يا عمرو لما فعلت ذلك؟ فقال له كان عددنا قليل وعدد أعدائنا كثير، لو أضأنا النيران لعلموا عددنا فاستخفوا بنا، فأردت أن نتحمل البرد حتى لا يستخف أعدائنا به. فقال لو أحسنت، مع أنه لو قال لهم كده كانوا رديوا، لكن هم ما يردوش يعني بيختبرهم، هو طريقته كده إيه عارف، أما يبقى عارف الحكمة بس ما يقولش الحكمة، اختبار شديد برضو عشان يبين لك الصحابة قد إيه عندهم الجندية عندهم قوية يطوعوا على طول. وبعدين قال له طب ولما تصلي بالناس جنب؟ قال يا رسول الله قد سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولو كنت اغتسلت كنت مت. فأنا يدوب اتوضيت وتيممت وصليت بيهم. قال له أحسنت يا عم. فلما عمرو بقى لقى كده وحس بقى إيه بمقامه عند النبي، افتكر أنه محبوب قوي عند النبي، أن النبي بيحبه قوي بقى، فقال له يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ هو عايز يقول له انت يا عمرو. ما هو توقع كده بقى، ما هو نصروا على كل اللي اختلفوا عليه. وبعدين بعتوا قائد على مين؟ على ابو بكر وعمر وابو عبيده بن الجراح. ايه ده؟ يعني عمليه برضه تغري. فبقول له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. يعني عايز يغير الموضوع بقى، النبي عايز يغير الموضوع صلى الله عليه وسلم. قالوا لا اقصد من الزوجات من الرجال. قال ابوها. لو سيدنا هو. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال فعدد رجال كثيرين فوجدت اني لم اسال. يبقى النبي مش بيبعت الناس قيادات علشان ده بيحب ده اكتر من ده، لا مش الحب هو السبب يا سيدي في القياده والولايه، الكفاءه. الكفاءه مش عشان بتستخف دمه تخليه يبقى وهو غير كفء، ما ينفعش. نقرأ هنا الكلام اللي قايله الشيخ. ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في 200 من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، فلحقوا عمرا قبل أن يصل إلى القوم، وقد أراد رجال من الجيش إيقاد نار فمنعهم عمرو، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إنما بعثه رسول الله علينا رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه يا عمر، فامتثل. ولما حلوا في ساحة القوم حملوا عليهم، فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء منهزمين، فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم، فمنعهم قائدهم برضو. ودي من ضمن الحاجات اللي اشتكوا النبي، قال له احنا كنا منتصرين وبيجروا، كنا لو اتبعناهم هناخد أكثر،
لكن عمرو قال لهم كده كفايه ارجعوا بقى. فبرضه مش مبسوطين. فالرسول لما سأله قال له طب ليه؟ قال يا رسول الله خفت أن يكون هناك كمين ومنتظرون هناك فيستخفوا بنا فيقتلونا، فاكتفيت بما أرعبتهم وأخذت منهم. فقال لو أحسنت يا عمرو. يعني ده يدلك على أنه عنده خبرة. خد بالك، ما هو فتح مصر مين اللي فتح لنا مصر ودخل لنا الإسلام؟ عمرو بن العاص، ومدفون هنا في مصر الحمد لله بجوار سيدنا عقبة بن عامر، وقيل أنه مدفون في مسجده عمرو بن العاص لكن في مكان غير معلوم، بس الراجح أنه هو في مسجد سيدنا عقبة بن عامر. ولما حلوا بساحة القوم حملوا عليهم فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء منهزمين، فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم فمنعهم قائدهم، ثم رجعوا إلى المدينة ظافرين. وبينما هم في الطريق أدركت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة، فلما أصبح قال إن أنا اغتسلت هلكت، والله يقول ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم تيمم وصلى، ثم أمر بالسير حتى إذا وصلوا إلى المدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته، فأخبروه بما نقموه من عمرو بن العاص من نهيهم عن إيقاد النار ونهيهم عن اتباع العدو وصلاته جنبا. فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال منعتهم من إيقاد النار لئلا يرى العدو قلتهم فيطمع فيهم، ونهيتهم عن اتباع العدو لئلا يكون له كمين، وصليت جنبا لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن أنا اغتسلت هلكت. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأثنى على عمرو خيرا، يعني فقيه من يومه من بدايته. يعني شوف أنت فقهه في إسلام أقل من سنة، سبق إيه؟ سبق كثير من الناس، وده يدلك على دهائه وسرعة فهمه وحسن إسلامه رضي الله عنه. في رجب أرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى 300 فارس لغزو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن في عير لقريش جايين، وأن في قبيلة في اتجاه العير اسمها جهينة بتستعد أيضا لقتال أهل المدينة. فأرسل أبا عبيدة بن الجراح في سرية سموها سرية سيف البحر أو سموها سرية الخبط، لها اسمين في السيرة، سرية الخبط أو سيف البحر. يعني إيه الخبط؟ لما جاعوا في الطريق بقوا إيه يخبطوا الشجر كده، يقوم ينزل ورق الشجر يبلوه ياكلوه، فالورق اللي ينزل من الشجرة لما تخبطها يسموه الخبط، فهمت؟ فعشان كده سموها سرية الخبط، حتى أنه بيقول تقرحت أشداقنا من شدة إيه ما لاقوا، لأن النبي ادالهم جراب فيه شوية تمر، هو ده زوادة إيه جيش مكون من 300 شاب. الشاب ده ياكله كم تمرة في اليوم؟ يعني ياكله كتير. أم سيدنا أبو عبيدة يديهم تمرة واحدة في اليوم، تمرة واحدة في اليوم، ما هو ما عندوش كتير، وبعدين رايح مسافة بعيدة هيقعد قرب الشهر 15 يوم رايح و15 يوم جاي رجع، فمش معقول بقى يبذر. فبقوا يديهم تمرة في اليوم، فبقوا ايه يعملوا ايه؟ بدل ما ياكل التمرة يقعد يمصها ويشرب عليها شوية مية، وبعدين يشيلها ايه يشيلها في هدومه، كل ما يجوع يمص فيها شوية لحد ما يخلص اليوم، تاني يوم يديله تمرة. واحد منهم الزار كان نايم وسيدنا ابي عبيدة بيدي التمر ليهم، فلما صحي ما خدش التمرة بتاعته، راح يقول له لا تاخدش، جاب اتنين شهود انه كان نايم علشان يديله التمرة بتاعته، تمرة واحدة. واخد بالك؟ وانت قاعد ايه في النعيم هنا وتقول مش عارف اعيش، الدولار بقى بكام؟ واخد بالك؟ بطل بقى قول الحمد لله ما جوعتش لسه. المهم فضلوا بهذا الحد ما فني التمر خالص، حتى التمرة خلصت، يعني بقت تدوب منهم لما خلصت التمرة. فكان معاهم قيس بن إيه سعد بن عبادة، وده كان إيه من عظماء، طبعا أبوه سعد بن عبادة ده من عظماء الأنصار زعيم الخزرج، وكان يقضي الدين عن المدينين وكان متصدق. أم قيس عمل إيه؟ قال لهم إيه؟ والله أنا هشتري لكم جمال نذبحوها، وهو معوش فلوس، فبقى يشتري الجمل بالايه بالاجل، بسمعة ابيه، ويقول لهم ايه هسدد لك بكذا وسق من تمر المدينة لما نرجع ان شاء الله. فدبح لهم جمل يوم كلوه، تاني يوم دبح لهم جمل كلوه، تالت يوم دبح لهم جمل كلوه،
عايز يذبح لهم بقى ايه تاني؟ هو كان جاب 5 جمال. اما ابو عبادة ما جرح قال له لا ما تذبحش، انت معكش اموال، تيجي تروح لابوك ما يقدرش يسدد، بعد كده تبقى انت وردت نفسك. وسيدنا عمر قال له ما تذبحش، خلاص احنا نستحمل. فضلوا كده مستحملين لحد ما وصلوا لحد سيف البحر، ساحل البحر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم ان يبعت لهم حوت من نوع العنبر ضخم يترمي على ساحل البحر، جاي لهم كده وجبه ياكلوا منه. قعدوا ياكلوا منه 15 يوم. فاهم؟ على اي حال نحكي لكم قصه العنبر ده والصحابه وكده في المجلس القادم ان شاء الله، لانها قصه لطيفه تبين لك صبر الصحابه وان ربنا سبحانه وتعالى ما ينساش ايه المؤمنين، الله ولي الذين امنوا. فان شاء الله نكمل هذه السريه في المجلس القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.